مع علو هدير المحركات انطلقت منافسات سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2015-2016، بطولة سنوية تستمد جمالها من فكرة القارب الذي صمم بالشكل القديم لقوارب الصيد في الخليج في الوقت الذي أضيف عليه محركات حديثة ومن أفضل طراز. سباق يربط الماضي بالحاضر بفكرة مبتكرة ومنافسة مثيرة. بدأت كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بالسباق مبكراً، حيث تم استكمال إجراءات التسجيل وانعقاد الاجتماع التنويري بين المتسابقين واللجنة المنظمة للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالحدث والتعرف على خط سير السباق. سبق ذلك إجراء الفحص الفني على القوارب المشاركة في فترة الظهيرة. انشغل المشاركون قبل السباق بالتحضير والتجهيز لبداية المنافسة والتي تضم 16 قارباً بمشاركة 32 متسابقاً. بدأ السباق يوم الجمعة الفائت في تمام الساعة 9 صباحاً، حيث قطع المشاركون مسافة تتجاوز 31 ميلاً بحرياً موزعة على 7 لفات، طول الواحدة يصل إلى 3.5 ميلاً بحرياً إضافة إلى لفة البداية التي يصل طولها إلى 6.8 ميلاً بحرياً. وبدأت القوارب بالدوران حول كورس السباق في الميناء السياحي بمحاذاة هلال نخلة جميرة وداخل منطقة الميناء السياحي، وهو المكان المعتاد للسباقات البحرية السريعة. شهد السباق تألقاً لافتاً لفريق التبر من خلال حصول القارب التبر واحد على المركز الأول بقيادة الثنائي خلفان سهيل المهيري ومحمد سهيل المهيري، وحلول القارب التبر 12 بقيادة الثنائي راشد سهيل الطاير وماجد حوفان المنصوري في المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث القارب ناس 10 بقيادة الثنائي سعيد المهيري وأحمد السويدي، وذهب المركز الرابع إلى طاقم ألقاب الكويتي رهيب 17 بقيادة الثنائي عبد اللطيف العماني وجاسم نادر الرجيب، وحصل القارب المشخص مارين 3 بقيادة الشقيقين خليفة وذياب حميد بن ذيبان على المركز الخامس. جمعت المنافسة ما يزيد على 16 قارباً تنافست على انتزاع صدارة السباق والفوز بالمركز الأول في أول ظهور لهذه الفئة في الموسم الجاري في دبي، والتي تستهوي الكثير من عشاق الرياضات البحرية وتحظى باهتمام قطاع واسع من الشباب، حيث كان الصراع مشتعلاً بين المتسابقين المشاركين على المركز الأول. خرج المتسابقون من السباق بروح رياضية عالية عبرت عن حبهم وشغفهم بهذه الرياضة. وفي لقائنا مع بعض المتسابقين كانت الآراء حول كورس السباق وحالة الطقس في معظمها إيجابية. بين صدقه الله يرحمه الشيخ مشتوم كان يحب هالسباق، فهذا السباق من متى ما هو بدأ فيه هو الناس كلها تي أساس هذا السباق اللي هو مثل ما تقولين تراث وشعبي، والشباب كلهم يتلاقون وكلهم ما شاء الله على روح وحدة، وتعرفين المتنافس الشريف بيننا كلنا الحمد لله. هذه أول مشاركة لنا السنة هذه والله الحمد، استمتعنا بالسباق طلعنا مركز العاشر، بس إن شاء الله بالجايات ما بدنا نجهز المحمل بشكل جيد، بس الله يوفقنا إن شاء الله بالسباقات الجاية إن شاء الله. والله الحمد لله الجو وايد حلو وأجواء السباق كانت ممتعة يعني وتنافسية، والحمد لله بس عدى على خير الحمد لله، ماكو إصابات وكل مستانس والأمور طيبة، ويعطيهم العافية نادي دبي رياضي على البطولة هذه وعلى الجولة هذه. مثل ما انتم عارفين هذه الجولة الثانية في بطولة الإمارات للزوارق الخشبية السريعة،
الحمد لله الجو كان مناسب جدا للأجواء كنوع من هذه الغوارب. والمحمل صراحة جديد، يعني أول مرة نشارك فيه لحد الآن، يبي له بعض التعديلات وبعض التحسينات إن شاء الله. فإن شاء الله السباق الجاي اللي هو ب5/2 راح يصادف الجولة الثالثة هنا في دبي أيضا، فنحاول أن نعد أحسن استعداد، لأن في بعض الأخطاء يمكن ارتكبناها في صناعة الزورق من ناحية السلايت اللي تحت، فنحاول أن نغيرها على أساس أنه يعطينا سرعة أكثر حق السباق الجاي إن شاء الله. والله بصراحة هذه تعتبر من السباقات التراثية وإحنا نشارك فيها من زمان، والحمد لله يعني متوافقين فيها، نحب هالنوع من التنافس لأن المحامل كلها تقريبا نفس المستوى، كلها نفس السرعات متقاربة، اللهم كل واحد والستاب ماله يختلف عن الستاب الثاني اختلافات بسيطة، فتلاحظين أن المحامل كلها متقاربة يم بعض، وغير أن محمل خشبي تراثي صار لهم الشباب هني الأخوان بالإمارات يشاركون بهالنوع من السباقات يمكن أكثر من إذا ماني غلطان أكثر من 25 سنة حاليا، أكثر يمكن من 30 سنة بعد، فحلوة المنافسة بهالنوع من السباقات. والله السباق صراحة كان تنظيم وايد حلو زين، ومشاركة كانت زينة، والحمد لله قدرنا نحقق المركز الرابع وإن شاء الله الأفضل. بالنسبة حق الأجواء، الأجواء جدا ممتازة، تساعدت المحامل على المشي، والكورس كان جدا مريح، واللفات هم مريحة ساعدتنا هم يعني ناخذ راحتنا أكثر حق سلامة المتسابقين. كانت منافسة جدا شريفة يعني بين المتسابقين، كانت أهم شيء الروح الرياضية بين المتسابقين وبين يعني الفرق كاملة. كنا يعني بنحاول ان نستعد كثر ما نقدر، بس كان عندنا الوقت يعني تدرين احنا من الكويت فعلى ماني وكذي كان عندنا شوية الوقت يصير، بس الحمد لله جبنا مراكز زينة. يعني السباق اليوم ممتاز والجو كان وايد مناسب حق السباق، والحمد لله يعني ما في حادث ولا في شيء، اهم شيء سلامة المتسابقين. محمد المري مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحدث لنا عن هذه الجولة وأهمية هذه السباقات وما تنفرد به من مزج بين الماضي والحاضر. الجولة الأولى هي تعتبر اللي هي القوارب الخشبية السريعة، كان تقريبا انطلاقة جيدة، سوينا تجربة جديدة في الانطلاقة، إن شاء الله نحاول نطور مستقبلا. السباق كان جيد، في منافسة، كان شوي في يعني البحر تقريبا موي في العمق، لكن إن شاء الله قدروا المتسابقين أن يعني يحاسبون على محاملهم وخلصوا السباق إن شاء الله. السباق جيد كان. والله عدد المتسابقين تقريبا هن 18 زورق، في اثنين لهم ظروف مايو اللي جو 16 زورق، ونشكر اخونا من البحرين تقريبا اول مره يشارك، يعني نتمنى نحن صراحه من شباب مجلس التعاون، وهذا اللي بنسعى له ان شاء الله ان يجون، عندنا من الكويت، عندنا من البحرين، عندنا من عمان، الحين في شباب بعد يسابقون في الجيتسكي اللي هم من دولة قطر الشقيقة ودولة السعودية الشقيقة، فبنحاول أن نتواصل وياهم على أساس أن ندعوم للرياضة هاي. بدينا السباقات هاي تقريبا سنة، أول سباق انطلقنا من ملقيوين سنة 87، يعني من التطور اللي صار في المحامل بعد يعني التطور كبير صراحة، يعني رغم أن عدلوا في المحركات يعني قللوا من قوة المحركات، خلوا الجير يعني هذا الستاندر من الوكالة، بس بعد السرعة ما شاء الله كل ما ياها وزيد، يعني الشباب يشتغلون مجتهدين أن يطورون في البطولة هاي، ونتمنى إن شاء الله أن السلام لكل المتسابقين، هذا نحن أهم شيء عندنا سلامة المتسابقين في السباقات، واللجنة ما قصرت، اللجنة الفنية، تلفزيون دبي، تلفزيون ياس، الأسعاف، الموانئ، كلهم الحمد لله ساهموا في هذا النجاح ونشكرهم جميعا. سجلت منافسات هذه الجولة من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة مشاركة خليجية كبيرة من الكويت والبحرين وسلطنة عمان،
تتمثل في الحضور اللافت والمستمر من قبل فريق رهيب الكويتي بقواربه المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة الأولى للمتسابق البحريني عبد الرحمن جاسم. السباق جدا ممتاز ووايد حلو، والأجواء كانت أجمل بعد من كذي، وكان السباق جدا قوي، مو بالسهل يعني، السباق كان جدا قوي. وبس احنا صادنا اليوم عطل، كأول مرة صادنا عطل اليوم، فخرجنا خارج السباق، ما كملنا للأسف يعني، مع أننا كانين نتمنى أن نتخلص السباق ونشوف إن شاء الله المنافسة بتكون للأعلى والأحسن إن شاء الله. فكرة المشاركة هي الله يسلمك، عندي صاحبي هنا طبعا من البلاد من الإمارات، وخبرني قال لي إيش رأيك تتشارك معنا في السباق؟ قلت له والله أنا للشرف يعني أن أكون في أمثل في الإمارات إن شاء الله بسباق الإمارات، وجيت من البحرين طبعا إلى هني وشاركت بالغارب، اللي هو هذه أول مرة أنا أمشي الغارب الخشبي، فإحنا متعودين على الغوارب اللي هي تكون الفايبر. شهدت نهاية السباق تكريم الفائزين واعتلائهم منصة التتويج لتسلم الكؤوس والصور التذكارية. راشد الطاير متسابق السباقات السريعة بأنواعها تحدث لنا عن فرحته بالفوز وفخره بإنجازات فريق التبر. ثاني سباق من بطولة الإمارات الغوارب الخشبية، الحمد لله جهزنا تجهيز جيد من بعد سباق أبوظبي، الحمد لله حصلنا على المركز الثاني اليوم، كان تجهيز وايد زين يعني، متوقعين النتيجة هاي الحمد لله، وكل الشكر لسعادة محمد راشد مغدير على الدعم اللامحدود للفريق، والحمد لله على النتيجة طيبة. الأجواء اليوم زينة، توقعنا أنها زينة في البداية، بس في البحر داخل موي عالي، الحمد لله محاملنا مهيئة لهذه الأجواء، والكورس ما في تغيير، كل معتاد نفس كل سباق، والحمد لله سيطرنا على الوضع وخلصنا الأول والثاني الحمد لله. السباق المحامل السريعة يهيئ المتسابقين يعني كتدريب كتعليم، لأن سواقته شوي صعبة، ولازم يكون المتسابق اللي يقود هذه الزوارق الخشبية يكون يعني فوكس وكان انتباه عالي يعني، خاصة في الالتفاف، لأن اللي يعني ما يستطيع الالتفاف بهذه الزوارق يعني مثلا يشوح ولا أنه ينجلب هالأمور. وثاني شيء يكون دائما عندنا فيلينج في السباقات، حتى لأن سباقات الزوارق صارت تتأخر شوي موسمها، ونشارك في هذه الزوارق عشان أن الفيلينج ما يروح عنا، نتم دائما في البحر يعني. ماجد المنصوري حمل كأس الفوز وتحدث بفخر عن سعادته بإنجاز فريق التبر الذي تميز بصورة واضحة في هذا السباق. الحمد لله اليوم السباق خلصنا في المركز الأول والثاني، كان سباق شوي موي، بس حاولنا نحافظ على نتيجتنا المركز الثاني، وطبعا ربعنا في المركز الأول وخلصنا السباق الحمد لله في المركز الأول والثاني. كان في موي شوي تكسرنا والله من الأجواء هذه، لكن الحمد لله قدرنا نحافظ على مراكزنا ونخلص السباق على خير. والله هذا السباق هو يأسس الشباب في يدخل السباقات الثانية، يعني السباقات الشواحيف هي بداية كل المتسابقين اللي دخلوا في الكلاس 1 والإكسكات، هاي السباقات حلوة يعني تميز عن السباقات الثانية، إنها يعني لها إثارة ثانية، يعني لها أجواء ثانية. حضر السباق خالد بن دسمال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي عبر عن اعتزازه باستمرار إقامة هذه السباقات وإقبال الشباب عليها. الحمد لله تم عمل الجولة الأولى لنادي دبي للرياضات البحرية للزوارق الخشبية السريعة، وهي تعتبر الجولة الثانية على مستوى دولة الإمارات. السباق كان شيق، كان سريع، كان ممتع. نشكر كل المتسابقين في تعاونهم معنا على إنجاح هذا السباق.
نشكر كل اللوجستيك اللي اشتركوا معنا، الشركاء الاستراتيجيين لإنجاح هذا السباق. نشكر اللجنة المنظمة اللي أشرفت وأنجزت مهمتها بنجاح واعتبرها بامتياز. في الأخير أشكر المتسابقين والفائز الدبر بالمركز الأول، ونقولهم ديروا بالكم على الطريق، ندري أن وراكم طريق إلى أبوظبي لسباقات الشراعية، لذلك نحن أقمنا هذا السباق في ساعات أبكر على أساس أن لعنصر السلامة مهم جدا عندنا. هذه السباقات تعتبر يعني القوارب الخشبية تعتبر من القوارب التراثية، ونحن نعرف أن القيادات عندنا نحن شيوخ مهتمين بعنصر اللي هو الثقافة والتراث، ولإبقاء هذه الرياضة طبعا وصل لهذه الأسباب تقوم هذه السباقات، نحن ونشرف عليها ونشجع السباقات التراثية لأنها هي جزء من تراثنا، جزء من الدولة.